لقاء الجولة 28، نسور الثورة أحسنت استغلال عامل الأرض وعدم تفويت الفرصة للإطاحة بأبناء جرجرة. الغائب الأبرز عن اللقاء هداف البطولة مسعودي بداعي الإصابة. بداية قوية للثورة، الدقيقة الأولى هجمة منسقة وتسديدة الحمري جانبة المرمى بقليل، بعدها المهاجم يحيى شريف يضيع وجها لوجه. الدقيقة 13 توغل المهاجم حميدي يسدد والحارس حديد بالمرصاد. رفقاء حمرون أتيحت لهم بعض الفرص لكن هجماتهم لم تشكل أي خطورة على دفاع الثورة. تتوقف محاولة النسور وسط سماتة دفاع جياسكا. داود حاول مرة أخرى المباغة بالتسديد من بعيد. 3 دقائق على نهاية الشوط الأول، عمل فردي وتسديدة الحمري يخرجها الحارس بصعوبة لينتهي النصف الأول سلبيا. النصف الثاني شوط المدربين، المدرب جاليت غير لإعطاء نفس آخر لفريقه. الدقيقة 46 البديل سعد في أول لقطة يتوغل ويدفع المدافع حدوش للوقوع في المحظور. ضربة جزاء حولها حميدي لهدف مفتتح للنتيجة، هدف أخرج الضيوف من منطقتهم وحاولوا تعديل النتيجة. الدقيقة 53 بوعاليا كرته فوق المرمى، رد عليه الحمري بتسديد أخرجها حديد بصعوبة. لتأتي الدقيقة 68 تمريرة في العمق من سعد، الحمري راقب الكرة راوغ وأبدع مسجلا الثاني بطريقة جميلة. أشبال المدرب لافان لعبوا كل أوراقهم في الهجوم. الليبي طوبال حاول التقليص في الدقيقة 79 والحارس سعيد بالمرصاد. في الوقت الضائع البديل بن شريفة يضيع وجها لوجه آخر فرص اللقاء لينتهي اللقاء بصافرة الحكم بن جهان معلنا فوز أبناء الجنوب ب3 نقاط وزنها من ذهب في سباق المقدم. نظن أن المقابلة تاع اليوم كانت من أصعب مقابلات اللي خدتها شبيبة الثورة في أرضية الميدان تاعها. لعبنا كونتر خصم اللي خصم يحسب له ألف حساب، قدرنا ندرسوا نقاط تاع القوة نقاط الضعف، وهذا الشيء اللي ما يخفلكش أن شبيبة الثورة هاد العشرين يوم الأخيرة أنها تمر بمرحلة صعبة وين عندنا تنقلات كل 3 أيام تنقلات، وين نروح نلعبوا برا نعاودوا نجوا نلعبوا في بشار، الشيء اللي رحنا نعملوا على الاسترجاع تاع اللاعبين اللي راهم عندنا، خاصة انه عندنا لاعبين مصابين نتمنى ان شاء الله يعاودوا يرجعوا لنا باش يبارتيسيبيو معنا في البروشان ماتش.